يصرف في القتل انه كان منصورا. صدق الله العظيم. السيد الرئيس الهيئه الموقره، نحن اليوم في حضره عداله السماء وعداله الارض نلتمس منها الانصاف والعقاب، ولمن كان شرف للنيابه العامه ان تمثل المجتمع دوما فيما وقع عليه من مرارا، وقد وافاها الشرف قدرا وهي تمثله اليوم في ساحه العالم. ليس فحسب ممثلا عن المجتمع، بل لتتحدث بلسان اسره فقدت عائلها بين ليله وضحاها. لم يكن فقط ربا لتلك الاسره، بل كان ايضا احد حماه الوطن المخلصين، ابنا بارا من ابنائه الذين افنوا حياتهم في خدمه البلاد وحفظ امنها. جئنا نحدثكم عن جريمه شنعاء، قضيه تجاوز حدود الجريمه الماديه لتصل الى جوهر الاخلاق والقيم التي بني عليها مجتمعنا. هذا المجتمع الذي صعد الى سطحه فئه من ذوي الشهره بما يحققونه من نجاحات وما يبنونه من اموال. اعتاد الشباب ان ينظروا اليهم كرموز وقدوه لهم. ان كلماتهم وتصرفاتهم وحتى اسلوب حياتهم تتسرب كلها الى نفوس هؤلاء الشباب لتشكل جزءا من ثقافتهم وقيمهم. ولكن ماذا عن الاخلاق؟ ماذا عن الوعي بالمسؤوليه؟ إن القدوة ليست في المال والشهرة، بل في الحفاظ على القيم واحترام القوانين. فسلوك تلك الفئة يؤثر مباشرة في سلوكيات جمهورهم الواسع. ولكن ماذا يحدث عندما تتحول تلك القدوة من رمز يحتذى به إلى شخص أقواه شيطان؟ كيف يستقيم أن يكون من يتطلع إليه شباب هذه الأمة كلاعب محترف تهتف له الجماهير وهو في حقيقته متعاطي للمواد المخدرة؟ شخص غير مسؤول يستهين بحياة الآخرين، أنعم الله عليه بالمال والشهرة فلم يكن من الشاكرين، ولكن كان من المسرفين الضالين. السيد الرئيس الهيئة الموقرة، إن وقاع دعوانا سردها أمر يسير، ولكن بين جنباتها خطب جلل. فهي ليست حادثا كما هي الحوادث التي تقع يوميا والتي يكون للقدر دور فيها، فهي حادث بشع اختلطت فيه الشهره والمال بالدماغ البريئه الذكيه. فاسمحوا لي ان ارمي لكم تفصيلات تلك الواقعه من مشهدين مختلفين، وان تنتقلوا بخيالكم معي الى زمان ومكان الحادث لتتخيلوا معي ما ارويه. فهو المشهد الاول المبني عليه السيد أحمد السيد، فرد شرطة بسيط كادح يتوجه إلى مكان خدمته على الطريق الساحلي، يقف فيه للساعات بين شمس نهار حارقة وظلمة ليل عاتمة، حاملا عبء أمن وسلامة الوطن، ليس له من مغريات الحياة ومتاعها إلا راتبه وأسرته وعمله. يمر من أمامه مئات البشر يوميا، لا يلتفت أحد إليه، ولكنه مسؤول عن لا ينتظر الثناء من احد رغم ان الموت يلاحقه الضرورة. اما على الجانب الاخر من الحياه فهو ذاك اللاعب المحترف احمد محمد ابو الفيوم الذي يحيا في رغد من العيش، لا غير من ذلك لا دام مشروع النصر. يقضي ايام اجازته في ارض الكره الساحلي، يتعاطى المواد المخدره للحصول على النشوه المزيفه، يهتم بعطره وهندامه حتى يظهر في ألحى حلة. أتنزه من مكان إلى آخر فتلتفت نحوه الأبصار دون أن يعبأ به. هذا رغم أن حياة الأول وحياة الثاني طريقان متوازيان لا يلتقيان. فأين وكيف يلتقيان؟ إلا أن الأقدار شاءت وبفعل المتهم المازلي أن يلتقيا في تلك الليلة المشؤومة. الليلة التي شهدت مقتل النجم عليه. فهو المتهم ويستقل سيارته الفارعة مع أصدقائه في الثانية بعد منتصف الليل بعد أن تعاطى جوهر الحشيش الذي أدمن على تعاطيه، وبعد أن فرغوا من جلستهم في أحد المطاعم في الساحل الشمالي، يدير محركها تضغط قدمه دواسة البنزين بقوة فتنطلق السيارة بسرعة جنونية لتقطع مسافة غير بعيدة للوصول إلى محل الأمر. ولكن تأثير المادة المخدرة
وأدوار الشهرة والمال جعل المتهم يجاوز كل حدود العقل والقانون غير آبهم بما ينبم عن فعله من عواقب، فتصطدم سيارته بسرعتها الهائلة بجسد المبني عليه فتمزقه أجناء متناثرة في مشهد تقشعر له الأبدان، فالرأس يتطاير إلى مسافة تربو على 40 مترا من مكان الحادث، والقدمان يتطايران إلى جانب آخر من الطريق، والصدر يخترق زجاج السيارة إلى داخله. واقف المتهم وتأتي الشهود. وعند هذا المشهد أريد أن أقف مع حضراتكم لحظة في مكان الحادث. تتجول أبصارنا بين تفاصيل أي حادث هذا؟ أي سرعة كان يسير بها المتهم؟ الأمر لا يحتاج إلى أدلة. فالأشجاع المتطايرة التي نراها أمامنا تنطق بكل شيء. سرعة جنونية لا تخطئ عين. نفس عابسة ازدهارت بالأرواح. فأصبح رنين عتاب الجماهير في الملاعب ضوي صرخات أسرة مكلومة في المسرح. أسرة لم تجد الأسرة. فلملمت أشجاعا ممزقة. شاء القدر وبفعل المتهم أن تكون في عرضنا على حضراتكم في إيجاز وقائع ودعوات والتي كما أوضحنا لا تخطئ عين سببها، إلا أننا وتأكيدا على ذلك سنعرض لما ثبت في الأوراق من أدلة على ارتكاب المتهم لها. فالأوراق تحوي 5 جرائم انتظمها أمر الإحالة. فالجريمة الأولى وهي إحراز جوهر الحشيش المخاتر بقصد التعاطي، فركنها المادي والمتمثل في السيطرة الفعلية على الجوهر المخدر، وركنها المعنوي والمتمثل في العلم والإرادة مع اتجاه قصد المتهمة إلى تعاطي ذلك الجوهر المخدر. وقد ثبتت أركان تلك الجريمة مما جاء في نتيجة التحليل الصادر من معمل مستشفى العالمي إيجابيته لجوهر الحشيش المخدر، والتي أكدتها نتيجة عينة البول التي تم تحليلها في الطب الشرعي من العثور على نواتج أيض الحشيش. هذا ولم تقف النيابة العامة عند تلك النتائج، بل استبعت رئيس مصلحة الطب الشرعي القائم على أقصى عينة من المتهم وكذا مدير عام المعامل الكيميائية في مصلحة الطب الشرعي لسؤالهما في التحقيق، واللذان أكدا على تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهي جريمة عمدية ثبتت من التقرير الفني لتحليل العينات المأخوذة طوعا من المتهم بطريق مشروع مرة بناء على قرار النيابة العامة للشرطة قبل بدء التحقيقات، ومرة أخرى أثناء استكوابه في التحقيقات، وكان ذلك في حضور مدافعين، ولم يطر أي مطعن بشأن سلامة نفس العينة ورضائه بذلك. وقد كانت إيجابية تلك العينة لتعاطيه جوهر الحشيش المخدر دليلا قاطعا باللزوم العقلي على تحقق الركن المادي وهو ركن الإحراز الفعلي لجوهر الحشيش، وأيضا دليلا على قصده وهو التعاطي، كما أنه ردا على ما أثاره المتهم من دفاع موضوعي في التحقيقات من أنه يتناول عقاقير طبية لا يعلم محتواها الدوائي. فقد أكد الطبيب الشرعي ومدير المعامل الكيميائية على أنه في حالة تواجد مستخلص القنب في العقار الطبي فإن النتيجة تظهر إيجابية، إلا أنها لا تظهر كأيض حشيش، فتلك النتيجة لا تظهر إلا نتيجة تعاطي جوهر الحشيش بمفرده، كما أن نتيجة التحاليل جاءت خلوًا من أي مواد طبية أخرى بخلاف نواتج أيض الحشيش.